لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الشكر على نعمة رمضان. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معتع لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف علينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. اللهم نرجو رحمتك يا أرحم الراحمين يا غفور الرحيم، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن، وأن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا شافي يا معافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي يا معافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا، ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم إنا
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصرهم على عدوهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في مصيبتنا غلا للذين آمنوا. فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.